مشاهدينا اهلا بكم. في ظل رفع الفيدرالي الامريكي اسعار الفائده امس، اعلنت عده بنوك عربيه هي ايضا رفع اسعار الفائده بها. هنوضح لحضراتكم التفاصيل. قررت عدد من البنوك العربية رفع أسعار الفائدة أسوة بقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي أعلن أمس في اجتماعه رفع الفائدة 50 نقطة أساس، حيث أعلن البنك المركزي الإماراتي أنه رفع سعر الفائدة الأساسي 50 نقطة أساس إلى 4.4% بداية من الخميس 15 من ديسمبر، وهي نفس نسبة الزيادة التي أقرها الفيدرالي. كما رفع مصرف البحرين المركزي أيضاً أسعار الفائدة الرئيسية 50 نقطة، وأشار إلى أن سعر الفائدة على الودائع لمدة أسبوع ارتفع إلى 5.25% من 4.75%. كما ارتفع سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة إلى 5% من 4.5%، وأيضاً رفع مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس تماشياً مع زيادة الفائدة الأمريكية. وأوضح في بيان له أنه رفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس على الودائع إلى 5% والأقراض إلى 5.5% وإعادة الشراء إلى 5.25% بداية من الخميس 15 من ديسمبر. كما أعلن البنك المركزي السعودي رفع أسعار الفائدة الرئيسية 50 نقطة، وهو أيضا وذلك في إطار ربط الريال السعودي بالدولار. وذكر في بيان أنه رفع أسعار إعادة الشراء وإعادة الشراء العكسي 50 نقطة أساس إلى 5% و4.5% على التوالي. يذكر أن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي قد رفع في اجتماعه الذي عقد أمس أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس، وقرر مع نهاية اجتماعه زيادة معدل الفائدة إلى نطاق ما بين 4.25% و4.5%. وهذه هي المرة السابعة على التوالي التي يرفع فيها الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة خلال العام الجاري 2022 بحسب وكالة أنباء الإمارات وام. وكان الاحتياطي الاتحادي الأمريكي رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في نوفمبر الماضي، ومثلها في سبتمبر ويوليو ويونيو الماضيين في أكبر زيادة منذ عام 1994، إضافة إلى رفع بمقدار 50 نقطة أساس في مايو، وهي أكبر زيادة منذ 22 عاماً، وزيادة بواقع 25 نقطة أساس في مارس من العام نفسه. وكان قد رفع أيضاً سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في نوفمبر الماضي، ومثلها في سبتمبر ويوليو ويونيو الماضيين في أكبر زيادة منذ عام 1994، إضافة إلى رفع بمقدار 50 نقطة أساس في مايو، وهي أكبر زيادة منذ 22 عاماً، وزيادة بواقع 25 نقطة أساس في مارس من العام نفسه. وقد ذكرت صحيفة وول ستريت أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيقوم بموازنة ارتفاع أسعار الفائدة العام المقبل 2023، بينما يتباطأ ارتفاع أسعارها في شهر ديسمبر الحالي. وأوضحت الصحيفة أن النمو السريع على الأجور قد يدفع المسؤولين إلى التفكير في رفع معدل أسعار إلى أعلى من 5% في عام 2023، مع الموافقة على زيادة بمقدار 0.5 نقطة في شهر ديسمبر. وقد أشار مسؤول الاحتياطي الفيدرالي إلى خطط لرفع سعر الفائدة القياسي بمقدار 0.5 نقطة مئوية في اجتماعهم لهذا الأسبوع، لكن ضغوط الأجور المرتفعة قد تدفعهم إلى مواصلة رفعه إلى مستويات أعلى مما يتوقعه المستثمرون حالياً. وبكذا تكون انتهت تغطيتنا. بشكر حضراتكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.